استاذ عبادي، نسرين وانا رح نعطيك هلا سبع كلمات، بدنا نطلب منك تجاوب باول فكره او صوره بتخطر على بالك. حاضر؟ ان شاء الله. تفضلي نسرين. الحلم العربي. اغنيه. قديش كان في ناس؟ كثير. السيجاره. خطر. العطله باسبانيا. ما رحت. اخطبوط. عباد الجوهر. ساره ومي. عمري. ويا عمري. برنامج ناجح. رح نستقبل اول ضيف شرف معنا لليله، الاعلامي احمد صادق دياب. بدي اسال انه اول فنان كتبت عنه كان عبادي الجوهري. هو الحقيقه مش كتابه عنه، انا عبادي احبه كثيرا كإنسان كفنان قبله وبعد كل شيء، وكنت من متابعي عبادي، ويمكن من الحاجات من الأساسيات كانت من بداياته، وأنا كنت يعني بتفرج على التلفزيون في الفترة اللي هو طلع فيها، وحقق نجاح كبير مع أغنية يا غزال، ويمكن عشان سننا كان متقارب كثيرا، وجزئية بتحس إنه هذا واحد بيمثل جيلك بيغني هالأغنيات الجميلة، فكان في ربط عاطفي رغم إني ما أعرفوش كشخص. والتقيت بعبادي يمكن بعدها بسنتين في جلسة، يمكن على البحر، كنا في جلسة عادية جدا، كان عبادي بيغني وأنا ما أعرف. لكن دارت السنوات، بعد ما تخرجت عدت إلى المملكة العربية السعودية، اشتغلت في الصحافة، ومن ضمن الأشياء كنت نفسي أعمل حوار مع عبادي، لأنه له أغنية الحقيقة عبادي يمكن أتذكرها قديمة جدا، عشان ما أبكي يا أبو سارة، فكانت دي الأغنية الحقيقة لها مكانة عزيزة جدا على نفسي. فمن ضمن الأشياء فكرت إني أعمل حوار، والغريب يمكن عبادي ما يعرف هذا الموضوع، انه ثلاث ارباع زملائي الصحفيين الفنانين اللي سبقوني بسنوات، اول ما قلت لهم عاوز اعمل حوار مع عبادي الجوهر قالوا ابعد عنه، ده مغروش. شو عبادي؟ كنت حقيقي. كنت تسمع شيء انه عندك هالصيت انك مغرور؟ ايه طبعا. هو تعتبر حالك مغرور بالاول؟ لا 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 ابدا، بالعكس. بس هو يمكن في ناس ياخذوا على الهيئة الخارجية، أنا الهيئة الخارجية عندي تدل أنه في شيء من هذا القبيل، ولكن أنا أرتدى تماما يعني. فكثير ناس يحكموا من الظاهر يعني، ما بيفوتوا على يعني يكون ما قد جلس معايا ولا كلمني ولا التقى فيا، يعني ما حصل أي لقاء بشكل أو بآخر يعني. هو من شكل مثلا في التلفزيون لو أنا عامل كده ومكشر شوي يقول لك مغرور يعني، مو صحيح يعني. أنا هون بدي أذكر شغلة، أنه الأستاذ أحمد عنده كتاب كتبه عنك، بإضافة لكتابتك للقصص الشعرية والأدبية، في كتاب كتبته عن فنان عبادي. نعم، رح نفرجيه على الكاميرا. بس بدي ألفت نظر شغلة، أنه عبادي الجوهر سفير الحزن. ليش سفير الحزن؟ ليه نقيت هالعنوان؟ الحقيقة هو يعني مش اختياري ككلمة، إنما اختياري في العنوان، لأنه عبادي لو تلاحظ مقدمة الكتاب اللي كتبها اسمه الأمير عبد الرحمن بن مساعد، من ضمن القصيدة اللي كتبها كان بيقول إنه سفير الحزن في الدنيا عبادي، فأنا عجبني اللفظ جدا. وعبادي حقيقة يمكن أحب أقولها هنا لأول مرة، عبادي من النوع اللي ما يعرفش يقعد لوحده، يعني حتى في بيته تحس إنه عبادي محتاج ناس بالضبط يعني، حتى في مكتبه تحس انه مكتبه الخاص تخشي لازم في عنده واحد او اثنين، كانه بيخاف من الوحده يعني. انا كان في داخلي حاجه واحده عرفتها لما قالوا لي على عبادي مغرور وما يتجاوب مع الصحافه، كان في جوتي اصرار، قلت مش معقول اللي بيغني اغاني عاطفيه بهذا الصدق بيكون من جواه مغرور. ومستضيف الضيف الشرف الثاني الموسيقي امير عبد المجيد، تفضل. حضرتك وأستاذ عبادي ما اشتغلتوا سوا إلا لسنة 2000، مع العلم إنه بتعرفوا بعضكم من 20 سنة. مزبوط. إذا مش غلطان. ليه؟ ليه دي عند ربنا سبحانه وتعالى يعني. إنما دايما كنت ما كان في نية بالعمل سوا، ولا أنا الحقيقة كنت دايما أقول الراجل ده ما بيشتغلش معايا ليه؟ يعني هو يعني الحمد لله هو شاطر وانا شاطر، فمتمني دايما ان انا اشتغل معاه، دايما اغير ان انا اشوف حد كويس
فبنفسي ان انا اكون مع مع حد بحجم الاستاذ عبادي. كان لازم اساله لقاله ليه مش انت؟ انا كنت متمني انا عن نفسي يعني. اولا انا بدي اقول لك انه ما تعاملت مع الاستاذ امير ما كان في مانع لا شخصي ولا فني يعني يمنعني من التعامل مع الاستاذ امير. الاستاذ امير موسيقي معروف وعازف شاطر معروف يعني ما كان هناك مانع يعني فني او شخصي يعني. انما كانت هناك ظروف يعني انا اجي القاهره مثلا اسجل اغاني ابى اشتغل مع الاستاذ امير يكون مثلا بيسجل مع حد ثاني مشغول فاسجل مع موسيقي اخر وهكذا يعني. امير بدي اسالك شغله في عندك ماخذ على عبادي اللي هو لقب اخطبوط العود ما بتحبه كثير ما لي اعطيه رايه. والله الحقيقه ما بحبوش لانه طبعا الانسان يعني ده افضل المخلوقات يعني ف انسان رقيق زي عبادي الجوهر ما ينفعش يتشبه بالاخطبوط. وبعدين الاخطبوط ابو 8 دراعات ده يعني هو بايدين اثنين بس بيعمل اللي مفيش 100 اخطبوط يعرفوا يعملوه يعني. فمش عجباني التسميه الحقيقه يعني غيظاني مضايقاني. خليها دلفين مثلا. لا استاذ احمد لا انسان. ايش رايك استاذ احمد كصاحب؟ والله انا شخصيا ما بحبهاش لكن انا اعتقد انه انا اتفق مع الاستاذ امير انه الحاجه اللي بيعملها عبادي ما يقدر اي اخطبوط يعملها. فانا احس انه عبادي ممكن يكون اي حاجه بس ما نقدر نشبهه بحاجه. عبادي هو عبادي. هو انا سالت له طبعا هو اللي اطلق انا حكينا من شويه انه لا اطلق اللقب. حضرتك مبسوط باللقب؟ لا لا ولا انا مش لا هو انا مبسوط يعني مش انا اولا مبسوط من 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 صاحب اللقب رحمه الله عليه الاستاذ طلال المداح. انما هو انا سالته انت ليه قلت علي كده فهو قال لي عشان موضوع العود ومش العود وانه كانك لك 3-4 ايادي وكذا يعني. نعم. انما هو كلقب طبعا هو متوحش وانا مش كده خالص. هو في ناس بتحاول تدفع على الشخصيات كده ايه مسميات ثانيه يقول لك ده زي الاسد مثلا زي مش عارف هو ده هو رقيق جدا وانسان واجمل من اي تشبيه ثاني يعني. طيب عندك ما اخذ ثاني بعد عليه؟ ما انا بدي اسال الاتاري شو هذا؟ الايه؟ الاتاري سالوني من وراك. مداح عارف عم بيلعب اتاري هالقد كان سميه اتاري العود مثلا. لا وانا ايه دايما لما الاستاذ يجي القاهره ونقعد بقى نشتغل في شريط جديد فلاحظت انه الاتاري محطوط وهو بيحب يلعب كوره ولعيب كوره محترف جدا على الاتاري. على الاتاري ده جدا فحتى بيصعب عليا انه يعني يقعد فتره كبيره انت عارف الجويستيك بتقعد تلعب مجهود شاق جدا على صابعه وبعدين وهي لها سبب يمكن ما تعرفه انت. وانا عندي طفوله متاخره صحيح هذا الواحد يعترف بهالشيء. لا صحيح يعني انا سبق من شويه قلت لكم انا غنيت في وانا اول ما جيت على لبنان وغنيت كنت صغير السن جدا يعني فما لحقت استمتع ب ب ب بما يستمتع به الاطفال في او يعني المراهقين او الفتيان او الصبيه اللي كانوا في سن يعني في هذيك الفتره يعني. وبعدين طبعا رجعت وغنيت في التلفزيون وطلعت فما عاد اقدر امارس اي حاجه من هذول يعني لا اقدر اطلع العب كوره انه خلاص صرت معروف وعبادي عبادي شاوروا لي اللي يغني في التلفزيون وكذا.